في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لخدمة ودعم صمود الشعب الفلسطيني، تواصل طواقم المستشفى الميداني الأردني الذي أقيم في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية باستقبال المرضى والمراجعين من مدينة نابلس والمدن والقرى المحيطة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم بإشراف فريق طبي متكامل من جميع الاختصاصات. بالأكيد إحنا الآن ده يعني لما تحكي أنت على مستشفى صحي يقدم خدمات صحية، الآن أنت ضمن منظومة صحية متكاملة. إحنا ما جينا ننفرد بالخدمة لحالنا، إحنا بالعكس إحنا جينا نكمل المنظومة الصحية. منظومة الصحية فلسطين منظومة تحترم، لكن يمكن يكون في فترة من فترات عليها واقع خدمات. إحنا جينا مكملين لأخواننا في فلسطين وندخل ضمن المنظومة الصحية. مجرد ما وصلنا من هون إحنا عملنا اجتماعات تنسيقية على مستوى الصحة داخل نابلس، الخدمات الطبية العسكرية، قطاع مديرية الصحة المدنية، الآن بالتشاركية احنا معهم جزء لا يتجزأ. في البداية تم دراسة احتياجات المجتمع المحلي للأشقاء هنا في نابلس من العلاجات والمستلزمات الطبية، وبناء عليها تم طلب مجموعة من العلاجات تتضمن أدوية العلاجات المزمنة والمسكنات وأدوية الأطفال. وبلغ عدد الحالات المرضية التي تم استقبالها وتقديم الخدمات الطبية لها منذ بدء عمل المستشفى الميداني في مدينة نابلس 2590 حالة على مدار 4 أيام، تنوعت بين إجراء جراحات يومية وفحوصات طبية ومخبرية وحالات طارئة باطنية وأمراض مزمنة. حتى ما بنعرف طبعا العمليات، هلا بلشنا بوضع جداول عمليات مبرمجه موجوده. العمليات بلشت بشكل تدريجي وخفيف لحين استقبال المرضى وعمل جدول عمليات مبرمج دقيق مع اخذ يعني كل الاعتبارات فيه. الشباب طبعا كل باختصاصه، طبيب جراحه التجميل اجرى عده عمليات هون بمستوى من العمليات البسيطه للمتوسطه. طبعا اذا كنا اليوم معه بالعياده انتبهنا انه بلش يوضع عمليات متقدمه نوعا ما مبرمجه خلال الاسابيع القادمه. طبيب جراحه الاطفال برضه نفس الشيء، وضع عمليات وليست العمليات، اليوم اجرى 3 عمليات اطفال. الجراحه العامه طبعا قاموا بعمليات مبرمجه وصارت الحالات مثل هو يعني تتنوع من حالات بسيطه لمتوسطه، وفي اقبال هلا بالعيادات. طبعا جدول العمليات كما هو متفق عليه معمول فيه بالاردن. ويأتي إرسال المستشفى الميداني الأردني إلى نابلس في إطار الجهود التي يقدمها الأردن لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة العدوان الإسرائيلي غير المسبوق. حضرت للمستشفى الميداني الأردني للعلاج، قاموا مشكورين بتقديم العلاج اللازم، معاملة جدا رائعة، وهذا شيء مش بعيد لا عن الشعب الأردني ولا أكيد عن الحكومة الأردنية. خدماتهم جدا ممتازة، يعني يقوموا بما يستطيعوا في ظل الوضع الراهن. طبعا هذا الحكي أكيد بتوجيه من القيادة الأردنية على رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني مشكور، أكيد الأمير الحسين، وشكرا لهم على ما بيقدموه للشعب الفلسطيني. وطول عمره الشعب الأردني والفلسطيني وشعب واحد مش شعبين. وتعمل القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي حاليا على تحضير إمدادات ومعدات طبية وميدانية جديدة للمستشفى بناء على احتياجات الناس المطلوبة لمواكبة الظرف الطبي، لتعزيز بعض الأقسام مثل النسائية والتوليد والمختبرات الطبية والأشعة لتكون الخدمة أوسع وأشمل. نوال حجاز، التلفزيون الأردني، نابلس.